إنوي معكم لتطوير مقاولتكم الناشئة. اكتشفوا المزيد على الموقع innov.inui.ma. إنوي معكم كل يوم. الحياة قصيرة، ما بغيتش نضيعها، ولكن نحاول نحقق الحلم ديال شخص واحد آخر. عندي هدف وما غنرتاح حتى نوصل ليه. الأولويات ديال أمين اللي مشارك معنا في البرايم رابع تبدلات بعد ما نجا من حادثة سير خطيرة وقرر ما يعطلش الحلم مقاولاتي ديالو. محمد أمين مفتاحي، 27 سنة، من مدينة الرباط. زاديت وكبرت في مدينة العيون. في الدراسة ديالي كنت ديما من الأوائل. الوالدة هي اللي كانت متبعاني في الدراسة بعكس الوالد اللي كان مهني من جهتي. الوالد ديالي كان ديما وباقي هو القدوة ديالي، حيت ديما كنت كنشوف فيه داك الإنسان العصامي، لأنه في بلاصة ما يستثمر بزاف الحوايج اختار أنه يستثمر في ولادو ويضمن لهم المستقبل ديالهم، لأنهم كانوا ديما هما الأولوية ديالو. العطل ديالنا كنا ديما كندوزوهم مجموعين مع العائلة، كنا كنسافروا مجموعين، كنزوروا العائلة، نمشيو للبحر، نزوروا المدن اللي كتعجبنا اللي هي في الطريق ديالنا لمدينة العيون. جزء كبير من الصيف كنت كندوزو خدام في السيبر، كنت معروف في الحومة هو داك لو جيك ديال الحومة، أي واحد عنده مشكل في لو بيسي ديالو، أي مشكل في الانفورماتيك اون جينيرال، وهذا خلاني أنني يكون عندي ديما داك لارجون دو بوش ديالي، ومن تما جا الشغف ديالي بالانفورماتيك. الباك ديالي كنت سيونس مات، ما توفقتش انني نجيب الباك في الدورة العادية، ما تقبلتهاش، وكان عندي لو شوا سواء نعاود العام سواء انني ندوز الدورة الاستدراكية، والحمد لله توفقت انني ناخذ الباك ديالي في الدورة الاستدراكية. بحكم ان الوالد ديالي ما خلانيش انني نكمل الدراسة ديالي بعيد على مدينة العيون لانه كان خايف عليا، دونك ما كان عليا الا نتبع لا باسون ديالي ديال الانفورماتيك وندير ديفلوبمون انفورماتيك، واستطعت انني نكون ماجور دو بروموسيون. ومن بعد عامين ديال الاستيا جيت لمدينة الدار البيضاء، كملت القراية ديالي في ليسونس بروفيسيونيل اون ادمينستراسيون دي باز دوني، و اون باراليل كنت خدام. سولني الغوكريتور شنو كتشوف راسك من هنا لخمس سنين؟ قلت له بصريح العبارة، من هنا لخمس سنين كنشوف راسي عندي مقاولة ديالي. فاش خدمت اكتشفت بلي الهواية ديالي هي نسافر، كيعجبني انني نبعد على الجو ديال المدينة والستريس ديالها، نمشي للجبال، نمشي للكاسكاد، هكا كنقدر انني نعاود نرتب الافكار ديالي خصوصا من جديد، ونرجع بانرجي بوزيتيف اللي تعاوني في الخدمة ديالي. في 2019 من بعد واحد الحادثة السير اللي حياتي بسببها تبدلت، خلتني انني نعاود نفكر اشنو باغي ندير في حياتي، لان ربي عطاني فرصه جديده وكتب لي عمر جديد، وقلت في راسي بركه من اجل الحلم ديال المقاوله خصني نبداه دابا. من ديما كانت عندي فكره ديال المقاوله، ولكن ما كنتش عارف اكزاكتومون شنو باغي ندير، حتى اقترح عليا حمزه الفكره، وامن صراحه بحمزه كصديق ديالي قبل ما نامن بالفكره ديال المشروع. ملي قلتها للوالد كان رافض الفكره ديال انني ندير مقاوله، حيت بطبيعة الحال خايف على الاستقرار ديالي، بعكس الوالدة والمدام ديالي اللي مشجعيني ديما على القرارات اللي كنتاخذ. حنا عارفين بلي حنا ماشي هما الاولين اللي فكروا في المشروع، ولكن حنا هما البلاتفورم 100% مغربية اللي فكرات تعطي حلول للزبون المغربي. بدينا في الاول انا ابليكاسيون بغينا نحطو اون بلاتفورم 100% ماروكان من عند المغاربة للمغاربة. احنا ما بغيناش غير الفلوس، احنا بغينا لي بيزنس انجلز يعيشوا معنا الحلم باش نحققوه كاملين. تابعونا نهار ثلاث مع شارل عروب على قناة دوزام. اكتشفوا مبادرات انوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع innov.inui.ma. انوي معكم كل يوم.